السلام عليكم ورحمة الله. خوتي هاد فولكسفاغن غولف 4 فيها واحد المشكل غريب شوية. المهم أنا راني حصلت عليه وحيدتو، ولكن فكرت ندير فيديو باش تستافدو معايا نتوما، حيت أي واحد يقدر يطيح في هاد المشكل وصعيب شوية باش تلقاه، لدرجة أن حتى الدياغنوستيك ما تيطلعوش. الدياغنوستيك تيقولك ما كاين والو والطنوبيل راه فيها الديفو. أشنو هو الديفو اللي في هاد الطنوبيل؟ أنا غادي نشرح ليكم. المشكل اللي كاين في الطوموبيل اخوتي هو انها كدوز فيتاسات كاملين مزيانه، ولكن ملي كدوز المشاريان تتسكت الطوموبيل. بروميان دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام ما كاينش المشكل، ولكن ان فوا كدوز المشاريان كتسكت الطوموبيل. المشكل اللي لقيت اخوتي هو هذا، ها هو دار معروف. هذا الكابتور هذا كيكون في البواط فيتاس، هذا هو اللي كيشعل البولة ديال المشاريان. يعني ملي كتدخل المشاريان كيشعل البولة ديال المشاريان اللور باش كتعلم الشخص اللي موراك انك راه غادي ترجع المشاريان اللور. المشكل كان في هذا، يعني منين كدوز المشاريان تيبرك على هذيك كتدخل كيخدم خدمتو. منين كيخدم خدمتو مسيركوي من الداخل، داك السيركوي تيهرب الضوء على الموتور تيسكت. انا هذا المشكل ما عمرو داز عليا وجاني غريب شويه، حتى بدلت هذا عاد ولا الطوموبيل مزيانه، مابقاتش كتسكت. كدوز المشاريان ما كتسكتش. غادي نسيو باش تشوفوا كيفاش. غادي نشغلوا السياره هاهي امارش كيف ما كتشوفوا. ها المشاريان الطوموبيل باقا امارش، يعني ما سكتتش. في الاول كنت كندير مشاريان كتسكت. المشكلة فين كان اخوتي؟ مشكل شوية صعيب، داكشي علاش حاولت ندير فيديو باش تستافدو معايا فيه.